يبقى مليغ، اقسم بالله مني سامج اتابع. لا 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 هذا اسمه الكلام الحلقه يا ابو عبد الرحمن، من الحلقه من الحلقه حق محوري محور ام الحلقه المحور كله الموضوع الموضوع محورك عادي. لا لا يقدر اصدع برا، ها اصدع برا زي اللهب. مش معقول يا عيال من صبح وهو طاري. ايه انا من اليوم الحمد لله لا لا صدق صدق بس ما سولفت. خل هذا قفل موضوع المايك على طول، شغل المايك خلنا نكمل إيه؟ كلامنا عشان ما نطلع من جونا. لا صدق بس محور والله لو قبلوا محاور والله لو قبلوا محاور ماجد نادر الظاهر صرف لهم اعطاهم محاور. اعطاهم محاور عيب. ليش عيب؟ ما ادري ما شفت المحاور انا بس انه اعطاهم الرجال والله محاور. شوف شوف دحار انا ما عندي مشكله بيت الاحرام. ها شباب نغير السالفه. الو غير السالفه يلا شكلهم زعلانين. مايك طفى منش صدق افضى احجار افضى افضى مقلبه افضى اللي فيها السايل ذا لا يطلع بفمك يحرك ولا ترى علاج افضى بقوه. وش شو افضى ثاني افضى ثاني افضى ثاني ثانية. كيف تعضى؟ ليه؟ يعني تعضى قوة يطلع فمك يحرك. اوه مالك متسامح خلاص. ليش تعضى؟ يمكن مو فوق يمكن مو فوق يمكن مو فوق. لا يا اخوي احجار احجار. جب الطاريتين وسن ابتسامة له انت معك. انكسرت. عبد الله منيب نبغى حجاير. ها؟ حجاير ايش ما يجيني الهواء الهبو حجاير ايوه حجاير شنو؟ حجاير بطاريات حجاير من وين؟ انا اقول لك حجاير تبغى انت تقول المشكله معي؟ اي ها؟ اي خلاص ما انا ابغى مشاكل. ايه كم باقي على الرجعه؟ باقي اسبوعين انت البرنامج. ايه دحا يا شباب ليش ما يغون برايمات؟ دقيقة ليه كم انا وياك كم تركي ليش ما نطالب يلغون برايمات؟ نصحى بكرة من الظهر نصلي الجمعة طول العمر بعدين نسوي مطالبات. لا والله حالات البرنامج في البرايم خذوا عقلك لنعم. باقي اسبوع انت اثنين هذا حام كم لي انا وياك كم يوم؟ ها؟ 100 يوم صح؟ أكثر 70 زائد 34 كم؟ ما تحس إنك شبعت؟ 404 هذا تركي 100 ما تحس إنك شبعت؟ بغيت أقول أربعة برا. لا باقي 20 يوم شفت أنت؟ دحام تروح والله يا عنك أول ما يفكون البيبان أدق سلف الجيب وين؟ سلامي على القرية ومن فيها. والله وانا اول ما يفكون طول العمر اشغل موتري تامة. لا بجلس يمكن هاي يوم في الرياض. ايوه بعدين بروح تامة وبعدين برجع الرياض وان شاء الله باذن الله نحتفل في الرياض باذن الله. انا بروح دقيقة انا ليش حطيت نفسي بطلع؟ دقيقة انا حطيت نفسي بطلع قلت احتفل في الرياض يوم التأسيس. لا القدر موكل بالمنطق. اي عشان كذا لا دقيقه اسحب كلامي ان شاء الله اني بعد ان شاء الله ما اطلع. انا قايل لك انت جالس باذن الله ما انت بطالع. ها جالس ما انت طالع ان شاء الله. والله ان كان جالس ما انا جالس الا على قلبك ان شاء الله. هذا محلك يا عبودي. يقلع راسك الملوح. لا تجيب لهم الكلام هذا. ان قلت لك كلام من زين دورت علي وان قلت لك كلام من شين الله يقلعك بدون امثال. تقول لي كيف حالك؟ حالي من يوم ما شفتك هو عاد. ايه طول بعمرك. الله يشوف. الله يغفر لي. الله يغفر لك. انا لما طلعت بقيت لي يومين ثلاثة هنا. وبروح عقبها القصيم. عقبها بروح على الحفر. رمضان بحاول اسوي لي محتوى مع الجروب اللي عندي. خلص الجروب اللي عندي خلص عصيرهم. خلص رمضان انتهى بسوي لي حفل. بقوم يا شباب بقوم قم طبعا حفلي تدري ايش بسوي؟
حفل تحضرونه كلكم ان شاء الله. ان شاء الله. الاول بجدر رصيدك ونجم جمهور. انا قبلك. انا قاعد اتكلم. بس اني قبلك. خلاص انت حفلك قبلي هين خلصي. اقسم بالله. انت ايه حفلك قبلي وانا من اول الحضور معزز بن ذيم انا بضيف. والله ان شاء الله. باذن الله. لكن حفلك الثاني ولا وش؟ ها؟ حفلك بين مركز. حفلي كذا حفل واطلع بكره ابراهيم اسوي حفل. خلاص انا بسوي تراكم كلكم مدعوين. طيب انت شفتك زعلان؟ المركز ما انا زعلان، المركز الاول كذا زعلان. انا اللي زعلان. بحفلي طيب خليني اقول حفلي عشان ما ازعل معكم. كمله. بسوي حفل المركز الاول. ونجم الجمهور. الحين تقدر تجمع بينها. ونجم الجمهور. ايه اتوقع. اهم شيء العدل. الامور طيبه. شو تاخذ وشو؟ ها؟ انا بعلمكم وش بعزمكم. يا هلا حاب صيدلي. والله ودي ابقي لكم. بعلمكم وش بعزمكم عليه. بإذن الله اللي ما تنعيه بعزمكم على حفل زواجي بإذن الله بعد العيد. وانا بعلمكم شو بعزمكم عليه. نعم على كرامتكم ان شاء الله. احييكم. تتزوج شهر 10 ان شاء الله. والله العظيم هذه الحركات ما فيها عقب البرنامج. هذه ما فيها. وشي؟ تعزمني على عشاء ولا تعزمني؟ عزمني على حفل. اي حفل ستيج. ستيكات. ستيك. اسمع. سوالف اجيك تعزم. لا. انا المايك كان طافي انا منقهر من السالفه اللي اولى يعني شوف دحام انقهرت يوم منهم عطوه صندوق الاعداد يوم راح فتح الصندوق اللي قدله والله وفيري وفيري شيء يقهر ماجد نادر قالوا له تصير معد الفقره اختار فقره كلام اليوم راح بيعد اليوم كل ما عطاهم محور قالوا لا المحور هذا ما يصلح انطرح سابقا ما ادري ايش صار فيه ما ادري كيف طيب انا كيف اعد كيف تسلمني تقول لك اعداد فقره كامله بجميع صلاحيات في الاخير تقول لي لا هذا ما يصلح هذا ودحام تعطيني صندوق صندوق تعطيني صندوق وتخلي الناس تتعب وتصوت علشاني وتكتب اسمي وصاحب الميزه مستانس انه مهدينا الميزه هذه في الاخير يطلع لي فيري ودل والله اقول الله يوفقكم بكره ايش الله يوفقكم بكره والله يا ابراهيم يا ربي يا ولد قول ادعي لك يا اخوي مستانسين يا اخوي مسفلين نسولف يا اخوي ذكرنا ببرايم وسبعه مع الافلاج بكره مدري هل الجمعه يطلع ولا يطلع الجمعه انا تدرون لا لا وخلي حقت خلي بس يخلص ان شاء الله بس اوريكم بروح اذاكر 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 يا مرحبا فيكم الله يحييكم الحمد لله حسن العجمي بكره مو بروح بكره الساعه 1 الظهر يزين مسني سوي والله العظيم ايش الحصان تروح الحصان زق اللي يذوق ايش غنى يا ولد كل ابراهيم حسن عجمي حسن احس الحصانه بتلغى بكره ما لا يفق يا رب ما يا العايد يعيش والله عيش امنا الوحش البرايم والله خلي البرايم اجم خلي البرايم اجم اشتري البرايم حصانه والله ماني متخيل ولا اني مستوعب ها يا اخي لا تناظرني كذا مش هجل انا والله ماني متخيل ان بنقعد الايام هذه كلها هنا مع بعض وبعدين كل واحد بديره حصه كم لي انا وياك؟ من ايام؟ خلنا انا 104 صح؟ الله يهديك ترى الموضوع ما يعجب بعض الناس خلها لا انا اتكلم انك بكره بتروح ديتك انا بروح ديتي عقب 104 هذه هو شوف هو شوف عقب 104 شوف قل لها يلا يمكن صل على النبي صل على النبي شوف انت لا قصه 50 صل على النبي شوف انت بالطائف خلها انا جدك والله هريك صدق ما عندك احساس انت اسمع ترى لنا سوى 10 ايام ايش 10 مره كيف هن معك 10 إيه؟ ايام انا وحاتم 34 يوم اي يعني تحتك لقيناك بالتصفيات لا يعني لا تقرب اسمع ولا تبعد مثل بعض الناس يعني لا تسوي تموت هي ولا تقرب مثل هي جايه كذا خليك في النص هي جايه شوف دحام هي جايه بتشوف على ولا الحين ماسكين على كذا اي كذا بس اسمعني خل هذا والله لو انكم عبد الله اقسم بالله يا اخي دقيقه والله الناس دي ما عنده احساس واحد يتكلم وتقول لنا عبد الله زهراني ذا الكلام مسكت عندي خلاص وين بدو شوف اسمع بدو لا لا شوف انا اقول يا طول عمر السلامه انت من الطائف هذا قود الدواسر هذا من الباحه هذا من الحفرة خميسة قصيم نجران أنا من جميع ما سبق إيه بس أتكلم وشو يا ولد إحنا مع بعض إن شاء الله ولا مفرقنا شيء لكن ظروف الدنيا هذا هنا وهذا هنا وهذا أنا ماني مستوعب قعدت هنا ونمنا وكلنا وشربنا ورحنا وجينا وضحكنا وبكينا وكل شيء سويناه أنت قابل على منصات وعلى علوم الغاز والله نمزح مساحة وأهلها
كفو كفو يا ربعي نبي نكون عقوبتنا عليهم وكرامتكم بعد البرنامج والله ان شاء الله انها فطاح العلم بعد البرنامج العلم نبي كل واحد من بعد البرنامج انتهى ومس فيه قولوا قولوا لا هذا شال عن مذيع هنا لا اله الا الله وهذا شال عن اعلامي هنا ما تدري وهذا شال عن شاعر في الساحه غلامي غلامي يا تكون غلامي ايش يا جماعه ان شاء الله بكره طول عمر مثلا يجيك من الشركات الكبيره اعلانات وكذا ها فجاه كذا انت رايح حاطين لك اعلان بسفره تعرف يجيك اعلان مع سفره وكذا حلو اي زي طول عمر زي اذكر شو اسمه نايف حمدان والشله حلو مشاهير يوم راحوا تذكرون الرشوف شوف من هنا بمكان شوف راح سفرتهم احسبه ما هو معنا من هو رشوف ايش هو معنا لا رشوف علمهم ترى قالوا كذا لا هم قالوا كذا صح لا رشوف والله هو ايش لهم يوم طلعوا مع بعض دنكت على ترى ما يدفع انا عليك احسب له الف حساب مالك شوف يوم رشوف شوف طلعت رشوف انا هذه خليك ذاك انت هاي تمرير الرشوف ذي ايوه خلك ارمي بعيد عندكم تمرير والله رجل اسمعني ايه؟ انه تخيل نطلع كذا فجاه تلقى بالرحله معك دحام عبد الله تركي شو اسمه ابو داح يا اخي يا زين لا اسمع قول امين قول امين امين بحصه لبيه قول امين حركتنا بس لا والله لا والله قول امين الله يا رب تجعلني مقدم بارز بارع في الساحه كامله بارز في الساحة كاملة قول امين امين بس ما تحط شالات شالات بس قلت لك خلني مقدم في قناة بداية امين اللهم جلع جلع وش بتقدم طيب لو خيروا قالوا اختر فقرة وتقدم نقد تكفى لا تقول البرايم لا لان البرايم مستحيل يتركب شباب لا 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 بعلمك بعلمك والله فقرة نفس يعني اضرب مثال ايه نفس حقة احمد الحي مسابقات كذا لا انا ميزاد نفس حق عزوز انا بيكون ناقد ميزادك انا وش اصلح والله انا وش اصلح والله انا بكون ناقد والله انا بكون ناقد وش اصلح وش اصلح يا ابنية انت تفصح مؤتمر الجمهور غير القناة غير القناة ست ايام او سبعة ما ادري بس كني ماني مانع عينك كني ماني مانع عينك لا شوف غير القناة تبي الصدق صدق ايوه ايش اي مود شلون اقولها قلها عادي اروح ايه مودل هو بنفسه يقولها بصير والله مودل ترى ما معي خلاص انا بفتح لي متجر ملابس والله لو وجهك معي صح ها مودل يعني ما هو مودل تطعج سلفني اياها يومين انا طلعت منها النونو ما يعلمون ولا ما نقدر مشكلتك مو بالوجه كلش انت طقم الغاز ذا لابسه هذه رابع مرة هذه ترى تمريرة من التمريرات حق ترشوف للشركات يعني يشوفوني بالغاز كذا شلون لو البس لبس طيب قال لي وين نشبك بالله ما صرت ناقد شفت كيف فريت طيب اسمع اسمع نبي لي شوي نشبك لا خلص وحدة حاتم وحدة القصيم يعني هم شو بس قسمان ما نقلب على بعض بلوار حياك الله حياك الله شباب جماعة شباب يا جماعة يا جماعة بلوار فيديو ون عند الرجال يا جماعة عبد الله الزهراني ما هذا مضيع ها أرمى تشرفكم من والله عشان بدي عشان بدي اطلع بس انت عجبتني يوم قلت رشوف هزيقاني انا انصح بعشر رشوف انت راي رشوف باستخدامك الفيديو ون تنجيني من البرايم الجاي هذا اذا ما مسكت ترى الحوية بكره اشكر عندنا بالقصيم استغفر الله لا والله من اسمك ضاعت انا ابي حاجه واحده انا ابي واحده واحده البرنامج كم باقي يوم كم باقي يوم باقي 20 يوم باقي 20 ابي 48 ساعه 48 ساعه ابطلع يا طويل العمر لا تقول انا اخذت خلاص حجزت خلاص اسكت لا انا حاطط انا اسمع بروح القصيم 48 ساعه انا اشوف ابي اطلع انا الميزه اصلح لك تدري من عندهم خالد ابي ما عندي مشكله ابي يوم خالد و48 ساعه ما عندي مشكله بس انا شطلت 48 ساعه شوف راح انا ابي 48 ساعه حلو بعلك السيناريو بطلع من هنا بروح القصيم حاضر طب خلي الله انت تطلع بكره تروح الحويه خلاص بعد ما تاخذ شيء اذا طلعت بكره اتمنى من ابروح انت تاخذ عرض اوفر سايز مو 48 ساعه انت وانت معه بعد تعرض عرض الثمانية بالانجليزي مقلوبة ذي كذا انا بطلع
بروح المسكو ماسه يا ود كل جاء هنا كل ربع كلهم جو وانا مسكو ماسه ما جابوا الشغل اخوان والله ننزل لك بكت جو انت اخوانك جو هنا ابوك جاء اخوانك انا مسكو ماسه ما جو جا غانم باقي اثنين وماسه ما جو ليه جا غانم بس باقي بدر وباقي سعود وباقي سيف دحان دحان دنم طيب والله عبد الله جو اخوانه انا ما جاوب ابوي ولا اخواني شوف شوف انا مسكو ماسه اي انا ما جاوبوي مشتاق يا ابليتين دلي انا كل ما جاء كل ما جاء احد والله يا فيصل كل فيصل كل ما جاء احد ها كل ما جاء احد مع اخوان اخواته الصغار ها انا اشوفهم بكى 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 البكى دحومي ايش بك امي غواني والله يا اخي قهر والله شوفهم يا احد اثنتين يا ان مسكو ماسه يجون والله تعبت والله كنت مر بس ابشح هاي جامس ما حق لك امس ابوك جاي والامور زين مسوي الجلسه انا جالسين فيها تم والله اذا الله يجعلها لك اي والله اللهم وان كانها اخطتك لي لك فالله يجعلها لي الله يجعلها لك يا الله يا ربنا ما تروح بيني ودحا لا يا الله امين امين لا 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 امين لا 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 استغفر الله استغفر الله استغفر الله انا انا تعال تعال يا ربنا ما تروح عني انا ودحا ايه يا رب انها ما هي بيني ايش ايه راح افلحت ابوي اشوفها انا اليوم في فقره يوم قلت اني ابغى الخمس ساعات والله على اساس نظام الاسبوع هذا بجلس الاسبوع الجاي دي الاسبوع الجاي بيقول ميز بعد هالمنه يعني انا اذا سلمت يعني رجاء وليس امرا ابغى انا كذيب ابغى ذي حق هي تجي انه من الساعه هذه 8 صح من يوم ما يعطيك الميزه اطلع شوف هاي لا تحضر انه من لا تجي البراي حط رجلك ولا تجي البراي ومرجع السبت ارجع السبت لا يا شيخ اي مهند الشداد ايش يقول يقول لا اقدر يقول لا اقدر تحط رجلك حط رجلك دحام واذا حطها واذا حطها ما اعرف اسمه اسمه واذا طفت مره بساعه ايه واذا طفت مره بساعه قالت تجي السبت فجاه ودق قال لا تجي ها روحت براي العقد العقده ارسل في الشنطه والعقد دحام العقد عقد وش ليه ما في انا رابح اه رابح رابح حق لي انا قاعد اطبق حق من رابع في خمس ساعات الله يطول بعمرك من اللي عنده اوه انا احسبك 48 ساعه 48 ساعه ام خالد دخلك ام شر من اللي عنده 48 ساعه ام خالد ام خالد لا لا ام فارس لا اي ترى ام فارس تلخيص 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 الله يطول عمرهم تلخيص تلخيص يا تلخيص تلخيص لخص لي حياتي بسطرين سلام خلني اطلع يومين يومين يا واد العيال صرخ واشوف خواتي الثنتين اسمع والله جته تلخيص لخص حياتي بسطرين طيب خلني اطلع يومين يومين واشوف خواتي الثنتين ثنتين واعطي كل وحده بوستين بوستين هذه مسكو ماسه ها صح وش قلت قصيد هاي الخواجه كذا بكره اسمع والله صدق صدق والله اني قبل اجي برنامج قبل اجي برنامج اخر سناب صورتها ها نظرني مسكو ماسه قلت له تخليني في الدمعه انا الدمعه جتني الحين باخر سناب صورت وتردد وتردد مسك مسك يمكن عمرها لا ماسه عمرها عمرها 3 سنوات تردد وين راح قلت له انا اشهد ان فارق لا والله نصاب احسبنها بتقول حقت الغاليه هذه بكره منها لك لو طرت على بالها قالها قالت لي انا اشهد ان ترى صوتك ذكي والله العظيم يا شباب لو تحسن بالشعور يقولون لي البارحه يوم طلعت مع اهلي كلمت جدتي والله يا رجال اقسم بالله ان امي ولا يقول انها تبكي يا رجال ابراهيم انا اهلي يتوترون يودي طلع 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 ابراهيم طلع زي مباراه النهائيه والله يا ولد يقول يقول لا هذا هذا بزياده اهلي اهلي بعد البرايم الله يثار اني منيح صوري لي حلل الطقم حلل الطقم هرب مره خلاص حلل الطقم شلاه شلاه حلاوه نظامك كذا يا نواف يلا يا رب يلا يا رب ها انهم خالد يلا يا رب يا رب انهم خالد ما تجنب انظر اقسم بالله لو يجيني استغفر الله بدون اوه اوه انت هنا اوه انت
تهدد. لا تهدد. لا تهدد. والله ماني ادري. تهدد. اقسم بالله لا اجيب بيته واروح عندهم في الشارع اسوي كذا. اوه هذه الثاني. وازعجهم. هذه الثالث. اسوي ازعاج. اطلع خالد اطلع. تدري بجيب. تدري بجيب معي بريب وفمين. يا كوترول من حاره. لا. انت تقول يا ترخيص مو ترخيص نضيع نمره هي. ضيع نمره. لا نمره غلط. انت اللي مضيع. نمره غلط. عشان كل هذا تقول ترخيص. نمره غلط. نمره غلط. تنسى اسمه تبغى تعطيك هذه؟ ترخيص من؟ دقيقة. ترخيص ايش عندها؟ يا تنسى اسمه تبغى تعطيك؟ لا ذكرتها ما حد. لا لا تعطيك. انا ذكرتها. لا لا تعطيك. نمره غلط. نسيت اسمع. نسيت اسمع. عندي هاوش عندي هاوش. اتمنى لك برايم. يا الله يا رب توفق نمره غلط. يا رب تخيل لو البس نفسك. لو البس نفسك فرق. احنا قلنا له بمودل. والله لو البس انا اطلع كني كانك نوف السند. عجب اكون من نوف بس كني يعني طلقني حتى لو البس نفسه. والله نواف ساندني. ساندني. ساندوني. ساندوني. نواف 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 الحين صدق ما فكرنا في هذه. ها دحام؟